طيب اليوم يعني أستاذ عبد القادر فيما يتعلق ب يعني موضوع المهلة الدستورية التي انتهت يوم الخميس، اليوم يعني حتى هذه اللحظة الخلافات متواجدة بين الكتل والقوى الأحزاب السياسية، وكانت في الفترة الماضية هناك أسماء مرشحة عبارة عن اسمين ثلاثة إلى أربعة كأقصى حد. اليوم وسائل الإعلام تحدثت أن الرئيس برهم صالح تسلم أكثر من 48 اسم لي يعني مرشح لتشكيل الحكومة أو لتسمية رئيس الحكومة خلفا لعبد المهدي. هؤلاء يعني من أين أتوا 48 مرشحا اليوم؟ واضح تماما أنه عملية فتح الباب، لأنه لا وجود لما يسمى الكتلة الأكبر، والحقيقة حتى إن تسمى برهم صالح عملية رئيس الحكومة فالمفروض قانونيا ودستوريا لا قيمة لها، فضلا على أن الشارع العراقي والمتظاهرين حزموا أمرهم على أنه لا قبول لأي مرشح من هذه المواد الأسماء، لأنه الأسماء كلها مرتبطة بقضية إيران. لذلك عملية هذه الترشيحات التي جرت من أغلب البرلمانيين هي عملية خلق أوراق حتى يتم من خلالها اختيار المرشح الإيراني، يقول أن رئيس الجمهورية كانت لديه عدة خيارات وبالتالي هو اختار الأنسب، ويتم إضفاء نوع من الشرعية التضليلية للمجتمع الدولي، لا سيما أن هناك ضغط من السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية على مسألة تسمية رئيس الحكومة الحالية. لذلك حقيقة كان المفروض فيهم الآن أن برهم صالح يحل مجلس عادل عبد المهدي، وعادل عبد المهدي من يوم الخميس وهو يتسلم، إذا كانوا يتكلمون بالقانون الدستوري والمهلة الدستورية كان المفروض أنه هو يتسلم رئاسة الوزراء كتصريف أعمال ويسمى الوكيل الأول وزيرا بالوكالة لحين أن يتم تسمية وزراء آخر، إلا أن الذي حصل هو تجاوز المهلة الدستورية وتجاوز أيضا الأعراف القانونية المادة 64 وغيرها، وبالتالي بقى عادل عبد المهدي هو الذي يدير. وبالمناسبة حقيقة حتى عملية استقالته هي استقالة منقوصة كاذبة بحث على الدخول، لأنه مارس جميع صلاحياته، والذي يلاحظ التوقيعات والاتفاقيات الدولية الاقتصادية منها والسياسية والعسكرية والتوقيع على عقود تسليح كلها يدل على أن الحكومة ليست مستقيلة.